السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا في أخبارية الرياضة والتي نستهلها بأخبار الحدث الإفريقي كان 2019، أين يواصل المنتخب الوطني استعداداته لمباراة الدورة القادمة أمام المنتخب الغيني. عرفت الحصة التدريبية لنهار اليوم عودة اللاعب يوسف بليلي إلى أجواء التدريبات بعد فترة الراحة الإجبارية التي منح له بالماضي بسبب الإرهاق وأيضا الإصابة على مستوى اليد، بما وصل متوسط الميدان ياسين إبراهيم غيابه عن الحصة التدريبية بسبب الإصابة السابقة، وهو نفس الأمر مع الحارس أوكيجا الذي غاب عن حصة اليوم. وعن آخر الأخبار من مصر والتقرب أكثر إلى ما يدور هناك، ينضم إلينا موفدنا إلى القاهرة معاذ نمرودي. معاذ نمرودي مساء الخير، ومعك يوسف تازير، تحية لك وله. كيف هي الأجواء بمصر 24 أو 48 ساعة قبل مواجهة غينيا؟ ماذا عن الأنصار؟ ماذا عن التوافد الكم الهائل للجمهور الجزائري؟ الحديث عن 5000 متفرج سيحضر مباراة غينيا بحول الله. إن شاء الله. نعم، تحية لك زميلي سمير ولمشاهدي قناة نوميديا. قبل الحديث عن المنتخب الوطني، نحن متواجدون في هذه الباخرة فوق نهر النيل على شرف دعوة السفير الجزائري، صحفيين رياضيين الجزائري المتواجدين هنا بمصر لتغطية نهاية كأس أمم إفريقيا. يحضر معي يوسف تازير الإعلامي ورئيس المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين للحديث عن هذه المبادرة وعن ما توليه السفارة الجزائرية من أهمية للصحفيين وحتى للمشجعين القادمين إلى هنا من أجل تشجيع المنتخب الوطني الجزائري. يوسف، كلمة عن هذه المبادرة أولا، ونعرف بأن السفارة تولي أهمية كبيرة للتولي بالمشجعين الجزائريين القادمين الى هنا. طبعا سعادة السفير نادي العرباوي ومشكور على مبادرته هذه، اقام حفل استقبال على شرف الاعلاميين الجزائريين. كان طبعا مبادرة جميلة وجميلة جدا، تؤكد قربه من الرجال ونساء الإعلام، فضلا عن هي مناسبة أيضا حتى نتحدث عن ظروف استقبال المشجعين الجزائريين الذين تنقلوا إلى القاهرة لمؤازرة الخضر. وبالمناسبة أشكر سعادة السفير وكل إطارات السفارة على كل ما يبذلونه من جهد في سبيل تهيئة الظروف المناسبة لاستقبال المشجعين الجزائريين و يعني تسهيل تواجد إخوان في مصر. كما حدثني زميلي سامي عن قدوم حوالي 5000 متفرج لمتابعة مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام المنتخب الغيني. والله طبعا هذا سيكون دعم اضافي وكبير جدا للمنتخب الجزائري اليوم اللي هو بحاجه بدون شك. هو من الناحيه الفنيه فريق رائع، القى التناول اشاده من كل يعني المتابعين لكاس امم افريقيا وحتى الجمهور المصري العريض. طبعا مجيء المشجعين سيقدم دعم اضافي للمنتخب الذي نتمنى الذهاب الى ابعد ممكنه، وهي المباراه النهائيه يوم 19 جويليه ان شاء الله. ان شاء الله زميلي سمير. هل اجواء فيما يخص الحصه التدريبيه التي كانت مساء اليوم للمنتخب الوطني؟ هذه مندوبه العشاء فيما يخص الحصة التدريبية للمنتخب الوطني كان قد أجرها كما تعلم وكما تعودنا عليه في تمام الساعة 6 مساء هنا بالتوقيت المصري، 5 بالتوقيت الجزائري بملعب بترو سبورت. الحصة التي غاب عنها ياسين إبراهيمي بداعي الإصابة والذي لم يأتي حتى إلى الملعب، وهي المرة الثانية على التوالي التي لا يأتي إلى الملعب بعد حصة تدريبية ليوم أمس بسبب إصابته في الكاحل وتلقيه للعلاج. كما غاب عن هذه الحصة الحارس أوكيجا الذي يشعر بألم في الظهر، ما اضطره كذلك هو الى الغياب عن هذه الحصه. فيما يخص هنالك معلومه زميلي سمير، المانجر العام للمنتخب الوطني حكيم مدان الذي تنقل اليوم الى مدينه السويس من اجل القيام بكل التجهيزات للمنتخب الوطني الذي سيلعب مواجهه الدور الربع النهائي في حال تاهله هناك في السويس، لان مباراه الدور الثمن النهائي سيستقبل فيها المنتخب الغيني بملعب الدفاع الجوي الذي كان استقبل فيه مباراتين امام الذي لعب فيه مباراتين امام المنتخب الكيني والمنتخب السنغالي. نعم، شكرا معاذ، حظ موفق لك ولكل الزملاء وكل الوفود هناك بمصر.
النادي الأهلي المصري يعد من أكبر الأندية على المستوى الإفريقي بألقابه القارية، تاريخ حافل يدل على علاقة هذا النادي أو يدل على علاقة نادي محترف على كافة الأصعدة. روبورتاج النشرة من إعداد معاذ نمرتي. الأهلي المصري الذي يعود تأسيسه إلى 24 أفريل 1907، أو نادي القرن كما يطلق عليه، نادي استحق هذه التسمية ليس فقط لعدد الألقاب التي تزين خزائنه والنجوم المرصعة على قميصه بما أنه الأكثر تتويجا في مصر والقارة السمراء، بل للتنظيم المحكم الذي يسير عليه. حقيقة وقفت عليها قناة نوميديا بمقر الفريق، وفد قناة نوميديا يحظى بزيارة مقر النادي الأهلي المصري. نادي القرن كما يطلق عليه هو أكثر من مجرد نادي، ووفد قناة نوميديا هو الوفد الإعلامي الجزائري الوحيد الذي يحظى في هذه الأثناء بزيارة مقر هذا النادي. فلطالما كانت علاقة أي نادي تمر عبر تاريخه ومدى إعطائه أهمية لمن صنعوه، وصور هؤلاء الرؤساء 14 الذين تعاقبوا عليه شاهدة على إنجازاتهم. أما الرئيس التاريخي أو الأب الروحي صالح سليم فخصوه بتمثال وسط النادي الذي يملك أكبر عدد من المنخرطين وفي كل التخصصات، وله فروع أخرى تابعة لمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، أمور كلها تدل على علاقة القلعة الحمراء. الزيارة ديال اليوم ديال الفريق الأهلي المصري فهي كانت زيارة مهمة جدا باش نكتشفوا الخصائص ديال الفريق. ماشي فريق، هو نادي بمعنى الكلمة متعدد الفروع في كرة القدم، كرة اليد، يعني في مجموعة من الرياضات الأخرى. تبارك الله هذا الحجم الكبير ديال هذا الفريق النادي ما كرهش يكونوا عند جميع الأندية العربية، أندية مثل الفريق الأهلي، من أجل تطوير الرياضة أكثر في على المستوى العربي. الترحيب بالإعلاميين وتعريفهم بتاريخ النادي يندرج في إطار عمل كبار الأندية، فالأهلي له منشآت تضاهي ما تمتلكه الأندية الأوروبية. إدارة النادي الأهلي على استضافة ديالهم، على الدعوة ديالهم، عيطوا على جميع الإعلاميين من القارة الإفريقية ككل باش يجيو يشوفوا نادي الأهلي. نادي الأهلي اللي يمكننا نقولوا اليوم فليزانفراستركتور ديالو كيشفع لهم باش يكونوا فعلا نادي القرن. ربما هادشي اللي كنشوفوه اليوم في نادي الأهلي ما كنشوفوش بزاف جميع الأندية في إفريقيا. دونك نتمنوا أن الأندية العربية عامة حتى هما ياخذوا كوم إكزامبل نادي الأهلي ويكونوا عندهم هاد ليزانفراستركتور هادو اللي شفنا اليوم. لفتة تحسب للقائمين على أكبر نادي في إفريقيا تجاه الإعلاميين، وتؤكد أن النجاح لا يأتي من فراغ. بات التألق اللافت للانتباه للاعبين الجزائريين في الحفل الإفريقي يصنع الحدث أو حدثا بارزا في مشوار محاربي الصحراء الذين خطفوا الأنظار أو أنظار أندية الأوروبية بمردودهم الطيب ضمن دوري المجموعات. التألق القاري للاعبي الخضر في كأس الأمم الإفريقية جعل منهم نجوما للقارة السمراء ومحل أطماع المستكشفين والمناجرة الحاضرين في الحدث الإفريقي بغية الظفر بصفقة مغرية. بأداء راق افتك اسماعيل بن ناصر لقب أفضل لاعب خلال دور المجموعات من المنافسة الإفريقية. صاحب 22 عاما كان المحرك الأساسي لكتيبة الخضر، وحرك أيضا فترة الانتقالات الشتوية لنادي فيورنتينا الإيطالي الذي بات مهتما بخدمة الدولي الجزائري. جوهرة الجزائري وملك الرواق الأيمن للخضر آدم والناس بات أحد المفاجآت النادرة في الكان الإفريقي، مردود أخلط به أوراق الناخب الوطني جمال بالماضي الذي باتت خياراته متعددة. ابن مستغانم دق أبواب الأندية الفرنسية التي تريد خطف الجناح الساحر على غرار نيس وأولمبيك مارسيليا. من كان ينتظر هذه العودة القوية ليوسف بالليلي أحد الأوراق الرابحة في كتيبة بالماضي وواحد من العناصر التي صنعت الحدث قاريا، أداء يوسف جعل السد القطري يبعث مفاوضاته مع ابن وهران الذي رفع من أسهمه في سوق الانتقالات. كانوا مصر محطة بارزة للاعبين الجزائريين الذين سيكونون أمام فرصة ثمينة لجنب أنظار أكبر الأندية أوروبيا، خاصة وإن تجسد هدفهم في معانقة أمجد الكؤوس إفريقيا.
وهو ما نتمناه إن شاء الله يا وليد يا مرزوقي. بهذا نختم النشرة الرياضية، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، السلام عليكم.